للحصول على المزيد من التصاميم الرائعة على برنامج الفوتوشوب، كل ما عليك فعله هو الدخول إلى موقعي الرسمي fitness23.com والدخول إلى قسم الأدوب لتشاهد العديد والعديد من التصاميم الرائعة والمتميزة والفريدة من نوعها على برنامج الفوتوشوب. قبل أن نبدأ أدعوك إلى الاشتراك في القناة إذا كانت هذه أول مشاهدة لك لقناة ثقافة ومنوعات، تفعيل زر الجرس، الضغط على زر لايك لتدعمنا لننشر ونجتهد أكثر، تعليق تحفيزي. نبدأ على بركة الله. نفتح فايل نيو وأختار الأبعاد التي أريد أن أعمل عليها. أوكي بهذا الشكل. ربما سوف نجعل الخلفية بيضاء، fill and filling لنشاهد أكثر، control صفر لجعلها بأبعاد البرنامج تماما، اختار text tool بهذا الشكل، أضغط مرة واحدة، اختار الفونت، سوف أترك لك رابط لتحميل هذا الخط بهذا الشكل. أوكي. ربما سوف نكتب، اختار اللون الابيض حتى يظهر بشكل جيد. فالامريكان كما تعلم يحبون اللون الابيض. بعد ذلك اختار الموف تول بهذا الشكل، كنترول اي لتحديد كل شيء، اضغط على هذه الايقونة لوضعه في المنتصف تماما بهذا الشكل، كنترول دي بهذا الشكل. بعد ذلك ربما سوف اختار ويندو كاركتر بهذا الشكل لأتحكم في النص. هكذا أعتقد ممتاز بهذا الشكل. بعد ذلك أضغط على Add Layer Mask بهذا الشكل، أختار Brush Tool، اللون الأسود من أعلى بالطبع، أختار هذه Brush، سوف أترك لك روابط لتحميل كل هذه Brush إذا أردت أن تعمل عليها. أقوم بالضغط على هذه الأيقونة لإدارتها قليلا بهذا الشكل. أغلق هذه. إذا أخطأت كل ما علي فعله هو عكس الفرشاة بهذا الشكل وانتهى الأمر. أعيد مرة أخرى. أعتقد أني سوف أقوم بتسريع الفيديو إلى غاية الانتهاء من كل الأحرف. أعتقد أن شيء من هذا القبيل جيد أو ممتاز. بعد ذلك أستطيع أن أقوم ب اختيار نوع جديد من البرش، انا اختار هذه. اللون اسود مختار البرش بهذا الشكل. أستطيع أن أختار هكذا وأقوم بإدارتها قليلا.
هكذا ممتازة. بعد ذلك أفتح طبقة جديدة بهذا الشكل، أختار اللون الأبيض البراش نوما بهذا الشكل. ربما نختار نوع آخر من البراش، نختار هيك. بعد ذلك اختار البراش، اختار هذا النوع من البراش بهذا الشكل. اقوم بعمل كليك بهذا الشكل. ربما سوف اقوم بإضافة اد اللاير ماسك بهذا الشكل. اختار نفس البراش حتى لا يكون المسح متناسق ويكون عشوائي ويمسح التأثير الظاهر في هذا الاتجاه كما الشاهد معي هنا. فأنا لم أقم بإدارة البراش في كل مرة وذلك خطأ، فيجب أن تقوم بالعمل بروية وحذر كبير. بعد ذلك أختار فايل أوبن أو بليس، نفس الأمر ليس هناك أي مشكل. ديسكتوب وملف التيشيرت هكذا بهذا الشكل، وأفتك القفل بالضغط مرتين ثم أضغط أوكي. أختار الموف تول بهذا الشكل وكنترول تي، أضغط على أداة المغناطيس ليحافظ على الأبعاد بهذا الشكل. بعد ذلك أكبر إلى غاية الحصول على النموذج. أتي إلى الطبقة الخاصة بالكراكت، أضغط على زر الألت إلى غاية ظهور السهم الذي يشير إلى الضغط إلى أسفل، ولكن على التكست وليس على التأثير طبعا بهذا الشكل. ربما سوف أجعله بلاك أند وايت بهذا كنترول شيفت أند U هكذا بهذا الشكل. بعد ذلك أضغط على الألت كما سبق وأخبرنا، أضغط هذا الخيار و Level. بعد ذلك سوف أقوم بتأثير على هكذا بهذا الشكل وأختار. هكذا أغلق بهذا الشكل. ربما سوف أختار الموف تول وأحرك إلى غاية الحصول على أعتقد أعتقد هكذا ممتازة بهذا الشكل. أعتقد أن حلقة وموضوع اليوم قد انتهى. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، حتى نلقاكم في فيديو جديد وحلقة جديدة. لا تبخلوا علي بالنقر على زر لايك سبسكرايب في القناة إذا كانت هذه أول مشاهدة لك لقناة ثقافة ومنوعات. سلام.